دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي وهداك كنغني مع هذا الجو، هذا الجو متقلب. انا مرضت فيه 70,000 مره، ماشي مشكل. باين هذا الصيف غادي يجي قاصح، ولكن يا بنات والله العظيم في الصباح كيكون البرد وفي الليل المود ديال البرد بحال اللي تقولوا شهر جوج هكاك، فريمون المود ديال البرد. الكبده ديالي الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تخليو لي واحد القليب زوين. والله العظيم البنات زعما ماشي زعما تنبز عليكم، كتقولوا لي رجوع كتقوليها بزاف، حيت البنات كينساو ما كيديروش لايك. انا كنفرح، تخيلوا معايا انت كديري شي حاجه وكيجي بنادم ما كيقولكش، كتجي ماماك ما كتقولكش هذه الحاجه زوينه ولا هذا المجوي زوين ولا هذه الكيكه زوينه ولا جبتي الدار زوينه، يعني ما كيعجبك الحال. فانا كذلك كنمونتي الفيديو كنسهر عليه بزاف ديال الحاجات، في الاخر ما كنلقاش لايكات نهائيا. ما عرفتش علاش الناس هكاش هاد النضض، ما فهمتش انا. تعجب راه غير قليب زعما، ما يخسر الانسان حتى شي حاجه هكا باش انا كنتشجع صافي. اما زعما باش نتخلص عليها ولا شي حاجه ما كاينش ديك الهضره والله العظيم. وصافي البدا ديالي عرفتوا شنو، انا كنقول غادي نفيق بكري ياكل اختي سقط شارب واحد شويه واحد الكينه ديال النعاس، وانا نعسي اختي كاو اصلا من نعست معطله البارح وانا نفيق اختي. صوني لي التليفون مع تسعد يا اختي، ما فقتش وطريتو وتبقى الحضره شنو هذا حاجه عندي فاش يكون راه غير غيبت معايا ما سمحناش نفيق هكا يا مطلو في ماشي مشكل باقي الحال. المهم دابا شي 11 ونص هكاك ندير غير شي حاجه خفيفه غديوه ديال الصيف. ورخيت لكم البنت ديالي جالسه كنقاد لكم ديالكم. بالنسبه للبنت ديالي اللي بغاو يخدم عندي الطلاق غادي نخليكم النمره ديالي هنا. مرحبا بكم والف مرحبا. كندير على ليفغيزون بارت وكتبدا من 25 درهم والبلاك ب 150 درهم. وما غاديش ندير غير نهضرك البنت ديالي، غادي نمشي لقيتوني خارجه وحقت مشيت عند واحد السيده حدايا كدير خبز بلدي وانا الفران تيعصبني ما تطلعش لي صراحه الخبز زوين. كنضرب عليه تماره كنديرها كيجي سطوح الخبزه ولا هذا في الاخر البنات حتى تيكر مني داك الخبز عاد كيطيب. فهمتوا تعرفوا دوك الفران الجداد اللي ولاو دابا صراحه زيرو، ما زيرو زيرو صراحه، ماشي بحال الفران ديال شحال هادي تيبقى الخبز يا اختي يطيب على خاطر حتى تيكر مني داك الخبز. يعني ما كاين اختي تتفشي فران، واختي المره كدير حدايا خبز بلدي حتى ما نقدرش ناكل الخبز هذا اللي كيتباع في الحانوت جامي. سيده كدير حدايا اختي الخبز بلدي غزال، انا غادي نوري لكم. وغادي نبقى لابسه هادي حتى نبدل اختي فاش يقرب الزوج الكريم يجي، غادي اختي نقادو نلبسو داكشي اللي غادي نكونوا بلديين. اختي واحد كندوره غادي نروح نقيه. المهم تتعيط من الخدمه وشوفوا البنت ديالي، شوفوا الحبوب فاش قلت لكم فاش مرت بالدرس شرب لونتي بيوتيك اولا كاينه. المهم وحده فيهم كدير غرق البنات ديال الحبوب. شوف وحده 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 راه مايمكنش هاد الدير خلاص ما عجبني. ولكن اختي راه شنو نقول لكم، باز الناس اللي مساكن وجههم فيه الحبوب حيت غير مورا واحد الاحساس خايب راه مايمكنش تخيلي راسك في الحبوب بزاف زعما. الله يشافيكم يا ربي، هادو نخدم تيمشيو بوحديتهم يا البنات. هادي درت لكم شي غير هنايا ان شاء الله بغيت ناخذ واحد راه شفت ديك الشوط ضرب لي كابلاش كنت كندير الطابليه نصبناها في الليل كنساع ونمشي شي بابا وسخه نصبناها مرة راسي معنا والله الا كتصبح ناشفه. عرفتو فين حاطاكم البنات؟ حاطاكم داك اللعيبه ديال العطريه. عرفتو والله الا واحد في واحد الخصيخه هذوك اللي كاين شي اختي كيسخسخوا تنبغي هكا زعما الناس بكري صافي. اختي بقيت كندور كنقضي شي حاجات كنسازي لا كوموند الصباح عاوتاني مكملتهمش. مي ما كنت ديالي عاد في واحد السخفه في المود ديال الجوع. شوفوا النائدة اذا زوينه ما داير عليكم حتى شي حاجه دايره ضفيره. المهم كي نوض كي غسلت وجهي كي درت غير كريم كي جيت كنهضر معاكم صافي بان ليا هنايا زعما حيت انا كاين الاضاءه داكشي اش حطيتكم عرفتش كيفاش كنبان لكم طبعا حسن حسن الدار مجموعه كلشي مجفف الكوزينه سيقتها فطور المكجاو والمهم ديالي الخبز. شفتو الحال ديال الدار تماما، هذا راه ماشي داك الخبز اللي كيتباع بالدرهم اللي فيها غير فورس داير بحال لاستيك لا فهمتو. شفتو بلدي 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 وغزال غزال ما ضروري تلقيو الريوق محسنين. شوفو يا البنات شفتو غزال زوينين خصي الخبز فيه تماما عجينة تاع تماما ماشي عجينة انا عندي العجانة دري عرفتي خليتو في الميكاس هاد شوية فاش كت كندير له منديل فاش كتبغي تخبزي في الفران انا المشكل ديالي كندير كونفيتا كبيرة ماش كيقول لي راس زعما باش كتهنى هكا سيمان وزيادة حيت ماشي ديما كناكل الخبز ولكن اختي راه فيه تمام صراحة في الخبيز فهمتو. وصافي البنات غادي نسخن انت ديجا طيبتو قبيلة البرد
بالكم وهي بتطعنا انا دايره لها سيستم لا تصبح في الكروكيت. ايه وخيزة الأرضة انا بتعرف تظبطها مكانش محتاج عليا داكشي اللي سايبة لها على الصباح وشعر كبير. غادي نطيب الأومليت انا انا ما دخلتش الشربات في الاخر بقيت عندي غير من هدلات ديال العيش اللي بالشك صغيورين زعما حتى قبل ما وقتي تقطع لي شي شربات حتى ما خصك تشتغلي وشي لصحه الشهداء. عندي واحد الطريف خضر فن عطاتو ليا ماما صافي بقيت تنقول لها ماما تقوليش في السراب تشري هذا نقول لا خلي لي بروك الصغار انا بغيت شخص ندخل دابا للدار قدرت ما كنا كندير لنا الربل في البراده كرهتي هذا سميتها. واول حاجه كبدات هي ولي غادي نعطيو للريا تاكل الكروكيت ديالها كنخشيها في البلاكار حيت ما كنلقاش فين نديرو اي بلاصه درتو ليها كتجبد. بديت ديالي هذا هو الفطور ديالي ما عرفتش كلي راسي حطيت ديك الخشبه ديال السخونيه فوق هاد الطبسيله هذا. بالنسبه للخبز كنت ديالي قصد انني ندير الشبكه طبله ممسوحه وداكشي اللي جاي كان بداو لي واش ما عندكش شبكه اختي الشبكه ولكن انا اختي غادي ناكل لاش غنحطوا الشبكه ونعاد نحطوا دي بون بريستيج صافي اختي حطيت هكا كنت طبله شي خبز غزال والله العظيم وحط حدايا هنايا هاد الليبات هادو في الاخر كبدات كتلقاو. المهم اشوي البيضات بلدي شحال كيجيو زوينه اش كندير لهم انا بحال هكا بحال الاومليت ماشي ديما بعض المرات كندير هكا بعض المرات كندير بوية خبيزة اختي بزاف ماشي مية في المية زعما مي كوم عندك خبز لي كيتباع بدهب هادي الخبيزة كتباع فيها الدراهم دايرة فيه شوية زرع مقدرش انايا ناكل الخبز الاخر امبوسيبل خوتي اختي حط اختي زين ولا الخارج هانية شوفو الزلات نقدرو كنت ماما كتشري الخبز عادي بعد مرة ثلاث سنين والخبز في الطبق ديما كان معنا فريق بالخبز ديال الزرع السميدة شفت كيما كيكونش ماما ولا طبعا ماما مكتعجنش شوف الدار بنادم يعجن ايوا يحاول ياكل خبز هكا يحاول يشري شي خبيز ديال الدار حاجة العجين اصعب حاجة كاين في الشقة في الطياب فهمتو الخبز ديالك باش تخبزي تبقى تسنى عرفت كون شي فرار كنقلي الخبز انا كنخبز
دابا راه يلاه شي يوم نسالي ديال كاع انت خصك في المنجل في المخمل انا نضيع ساعه مع نكبس الزوينه في الاخر تيكثر من الخبز في الفران تعرف دوك الفران اللي ولاو دابا تيما ولا دخلت شي خبز صافي نتوما البنات درت فلفله الشوام عندي صراحه داك الشبك راكم عارفين اللي يلا متزوجه جديده عندي داك الشيء ديال الكبير درت الفلفله الشوام درت راه جويجات ومطيشه اني تكتو كتموت على تكتو ما كنديرهاش لاصوص البنات لا بغيتو تكتو غادي تكون بنينه ما ديروهاش لاصوص حاولوا انكم تقطعوها طريفات هكايا تقطعوا مطيشه طريفات طريفات تحيدوا لها بيان سور اش كيقولوا لها تحيدوا الغرس اولي الغرس تحيدوا لها القشره ديالها وصافي البنات ديالي عرفتوا راه كتجي فن صراحه كندير تكتو زوينه تسيم خصك كندير تكتو واعره هانتوما الحاله ديال اللي كيقطروا على العسل بالنسبه للتكتوكه باش تجيكم زوينه ديروا الثومه حكوا الثومه ديروا بزار ديروا ملحه ديروا السودانيه ديروا تحميره وديروا الكمون ما ديروش الخرقوم وما ديروش الزنجبيل ما عمركم هكذا ديالي ما ديروا الخرقوم في الحوت اولا ديروا في التكتوكه اولا ديروا في لادانت ما كيجيش زوين يا بنات نهائيا نهائيا كنجو بزاف ديال البنات كيديروا في الحوت الخرقوم اولا كيديروا في لادانت وكيبقى هكاك صفر لا يا البنات راه ما كيجيش زوين لا في المذاق ولا في الشكل ما كيجيش زوين ما تحاولوا انكم ما ديروش بالنسبه للطهي يا بنات فريمون ديال القلي ولكن كون درت لها جوج قليات كانت كتجي كانت غادي تجي احسن واحسن واحسن الحاجه كيفاش كما كنقول لكم ديما فاش تنوضوا فطروا مباشره الغداء هو الاول الا عندك شي شقه ولا عندك شي حاجه خليها ابري حيتاش فاش غادي يجي الراجل غير مثلا ما وجدتيش الغداء ما غاديش تشوف واش الدار مصيقه واش الكوانت ممسوحين هو غيجي غيشوف غير كرشو فهمتوا فحاولوا انكم تسبقوا الغداء انا كنسبق الغداء كنحيدو ليا في خطره وعاد ديك الساعه كنشوف شنو غنديروا اكثر هي ما كنجمعش كما قلت لكم الكبيته ديالي انا اصلا كيكون عندي الصالون مجموع الكوزينه مسؤولين المواعن مسيق الدنيا كلشي فكر ما كندوزيش دابا الطواليت ضروري خصني كنسيقها وداكشي ضروري عندي شي حاجه ضروريه وصافي كنت ديالي دابا غادي ندوز باش غادي نعطر الحوت درت فيه قزبر معدنوس ثوم اكيد ما كانش عندي ادنى ثوم بزاف ولكن ماشي مشكل جفن كديروا فيه الحامضه كمصير وكندير فيه انا شويه ديال الزيت وشويه المخاتي كتبقى ديري شرموله دير فيها شويه ديال الزيت وصافي غادي ندوز اختي باش غنشرب له الحوت ديالنا فريمون كيجي لذيذ بزاف انا ما كانش عندي مع السردين المقلي ولكن اختي فجاه وليت كنبغي حقاش العطريه ديالو كنسرعها صراحه كنشكر راسي واختي الواحد هو اللي يشكر راسه كاينه ولا لا يا ولي مشيت اختي لبست وتقاديت شويه ديال غتموت بالضحك دابا انا نورمالمون كنشد الصباغه فاش كنكون دايره صباغه حمراء كنشد القطر كنديرها ها وعاد كنجرب شويه ديما يتجلخوش ما عرفتش قال لي راسي بديت كنجلخ وندير انا غادي نمشي نكملها عاد نمشي باش نقلي الحوت وداكشي درت قبيله البطاطا تقلى وصافي هادشي اللي كاين في البدايه ديالي اليوم تشهيت انني اختي ندير هاد الاكسسوار بحال هكايا ونجيو هكايا بلديات كاين البنات اللي تقول لي ويلا اختي اختي هادو لوجيك اختي مره مره راجلك مره اختي تكوني ليه سبور مره اختي تكوني ليه بلديه مره اختي تكوني ليه روميه انا اختي هكا اللي بغيت اختي تقول شي حاجه هي حره المهم البنات ديالي بس هاد القنديره اللي كنت شريتها داك العام فاش كنت في دارنا وما لبستهاش نهائيا بس وقع لي شي مره بلا ما نعرف باقا جديده فنيه يا البنات كتجي وقصيصره ودرت مع اختي هاد الابادي كنا خدين هذاك النهار من افران وصافي البنات هادشي اللي كاين غنمشيو اختي باش نحيدو هاد الجليخه هادي وهانتوما البنات ديالي معايا حتى نسالي ونوريكم ليكخون اللي درت ودرت بينيتانت وشويه ديال بينيتانت هنا وهكا مشيت حجباني المهم داك الماكياج اللي كيجي اختي زوين وخفيف وصافي فريمون انايا كيعجبني تهلا في راسي صراحه يمكنش بحال انا اختي تبقى جلسي بهدله مع راسها تبقى ضافر شعرك وهادي تكوني مرتاحه ولكن اختي راه مايمكنش الانسان خصو يتهلا في راسو بيان سور بعض المرات كيكون الانسان سامبل ما دايرتي شي حاجه المهم كل مره وشنو انا تنبقى نقول شحال يعيش فيها بنادم لا ما خصو يتهلا في راسو لا شفتي ما نديروش الماكياج ونتهلاو في راسنا وصافي بديت يعني دابا غادي نمشيو باش نشوفو البطاطا ديالنا فين وصلات شوفوا هنا بحال رينغ لايت البنات شوفوا لي على تكتوكه كتشهي واحد الريحه هي البنات طالعه صراحه اختي كنديرها زوينه وها هي في ديال ديالي هاد سميتو الحوت عطرتو مزيان البطاطا جاب لي الله بزاف وخليت شويه دابا المشكله فاش تقليوها كتمسخ البنات والحوت كنخليه اخر حاجه هو البطاطا حيت ما نقدرش ناكلهم بارد نتوما عارفين خصكم مع السخونيه وضروري كبدا ديالي فاش تقليو داكشي حاولوا انكم انا ديجا درت الكريم درت الريحه فاش تساليو القليان داكشي عاودوا ديروا الريحه وعاودوا ديروا الكريم باش ما تبقاش فيكم هكا الريحه وضروري ترشوا الدار يا البنات بمعطر باش هكا يكون داك الجو زوين والريحه زوينه وصافي كبدا ديالي هذا هو البلا ديالي حاولت انني ما نكثرش الماء بزاف
صافي درت كلشي في النواغ باربا فريت العصو دبس دوج الماسون غادي يدوق الحوت وغادي يقول لنا كيفاش هو غيسكت سير سكتي يعني الجوع ما كنشري غير هادي حيتاش ما كنبغيش نشربو من هذا بزاف الشركه الكبيره ما غير شويه انا ما عنديش معاه بزاف راجل تاعو ماشي شي هل اذن كي اذن شوف شنو خطيت خطيت هاد الناس هاد الكيسان ديال اتاي اول عندي طوار وهادوك الكيسان ديال العصير ها داك الشيء يبان بنين شوف البطاطا البطاطا زوينه خصها جوج قليات بصحة وتقطق توك انا نشوف واش عندكم معاها ولا لا تقولي ما عنديش معاها بزاف زوجي قرات عليا شحال من حاجه ما عندوش معاها بحال دابا الزبيب علاش ما كنتي جبتك المرطب زبيب ها جبنيش ملوحه بلا الحلاوه اييه شوف اختي تكتوكا شوف تكتوكا جات واعره رسيت الموعد ديالي بداكشي وراجلي راه نعس كنهضر بشويه داكشي علاش صايبت الكريب البنات شريت الكريب وكندير الخبز من الغدا واحد الطريفات وغادي نديرو الكبدة ديالي مع البيض وغادي نديرو الكريب بالبنان وصافي درت كميه كبيره هاد المره باش تلقى يبقى لي الفطور درت سطر ديال الحليب جوج بيضات سلافه ديال الطحين المهم راه الكريب موجود في يوتيوب غير بعد المره كنبغي نشارك معكم شي وصفات الناس اللي كيبغوا كاين نفس المقادير اولا اللي كيبغوا كشي طريقه اخرى ملي غادي نسالي الكرب غادي نخرج نقضي شحال من غرض وانتم معايا هاد غادي نحط المقله درت الطابليه بغيت نسي ما ندير الطابليه باش ما نوصلش حالتي هادي مشبكه هادي مزيانه جابنا هادي نصيحه ما تاخذوهاش صرا هادي كتصلح غير الكريب ولا شي حاجه علاش لحقاش خصو خصو تنتبع المرقه ولا شي حاجه كتبقى تفهمتو واخا ماشي غاليه أنا بدي ديالي كنخلي المقلة هكا تسخن وكتنقصو على البوطو وكتقادو الكراب ديالكم ساهل معال كلشي كيعرف ليه أنا عارفة عندي غير الحاد كاس من كيما قلتلكم البدا ديالي أنا نهار كيكون راجلي يعني غادي يدير معايا كاسكروت وغادي يتغدى معايا فكنحاول أنني نتهلا فيه كنحاول أنني نصايبو الكاسكروت زوين فهمت شويا البنات شيوا زوينة أولا العشا إلا درنا كاسكروت كنحاول نديرو هكا غير شي حاجة بالحليب أولا كن لي بات ولا بريوات كنكون هكا مصايباهم حيت أنا بريوات كنصايبهم بلا شي حاجة واخا متيكونش رمضان حاولوا تهلاو في رجالكم بيان سور الا كانوا مهلين فيكم وبيان سور عاوتاني ما يقيلش النهار كامل في الكوزينه بحال دابا انا نهار تنكون في الكوزينه نهار لا المهم كما شفتوا صايبت الكراب وداكشي دابا غادي نمشي غادي ندي واحد دو ليفغازون لواحد البنات في قنيطرانيت وحده في ولاد وجي وواحده غير في اسواق السلام بالنسبه للبنات اللي بغاو البلاك ديالي كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو مرحبا بكم هاد النمره ديالي هنا 0679472208 فغادي نمشيو اكل ديالي دابا غادي نليفريو وغادي ندوز ناخذها بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله ضروري كنقول هاد الدعاء ضروري ضروري كاش نخرج بلا بيه ويا ربي تبعد علينا الاداء ديال الطريق وداكشي وغادي نمشيو كبدا ديالي دابا باش نقضيو الاشغال ديالنا وصافي هادشي اللي كاين نديرو مزيكا ديرا لاباس عليك بخير لاباس حبيبي ولا لا خطاك كيف تسليتي بزاف طرق عامر مع وقيته ديال هذا شكرا 165 صافي صافي شي مشكلة لا خطاك حبيبة لا خطاك صافي
في واحد الكارطه ديال البنك عندي فيها شي 38 درهم وتفكرت ان المايونيز بحالي فيها النص غادي ناخذ مايونيز وغناخذ واحد لاباط ديال بيتزا شنو نضواها وصافي وغادي نمشي بغا ندور لها كلاك عقل قلتي تقول لي رزوره ديما تقولي لينا هاد الهضره وفي الاخر ما ديريش داكشي هانتوما غادي تشوف عقلوا معايا انا في مارجان ماركت كنجي لمارجان ماركت بزاف حقاش هو اللي قريب فاش كنحتاج هكا شي حاجه اما تقدري اختار العري العري اختي ثم العري شوف انا خرجت بيت السلسله صحابي ما كنت في الشارع كاش انا شحال فرحان جيت لمارجان ماركت ولقيت ديك لو سيور اكثر هي كنلقى الاخر وما كنلقاش بزاف اصلا في لي كونت سيرفاس احسن مايونيز البنات هو هذا نتوما قول لي واش كتعرفوا شي مايونيز اخر زوين ما تعجبنيش انا المايونيز حامض المهم الا كان شي مايونيز حامض انا ما كيعجبنيش مايونيز حامض كيعجبني مايونيز يكون بنين بحال ديال الدار هاد لو سيور واعر بحال ديال الدار خذوه وتفكروني هانتوما البنات داير 25 درهم شفتوا راه هي ما تاخذوش هذا لان هذا كيبقى واحد فيه بزاف ماشي بحال هذا المهم هنا راه رجعوها ترونسبارون جو بونس هاد القرية هذا البنات زوين ديما كناخدو واعر البنات شنو نكمل الدور ولا نمشي كنت دايره لايف كون قلتو لي رجوة سيري سيري اشوف فيه الناس يا اختي فيه الناس مش بعدش نعاس صافي دابا اختي غادي نرجع بارك بارك ما ندورش ياكو جيت لهري كنعاود اختي نقول لكم بلي ما كاينش ما حسن من الهريات هذاك الشيء ديال لي بات كنقعد انا نجيبو حيت انا اللي كنعرف غادي واخا نصيح انا اللي غنعرف واش لي بات صغيره واش كبيره الرجال ما كيعرفوش البنات دزت البيم واحد البيم حدانا شي جديد راه ما عندهمش والله ما عندهم جديد نشوف انا قطيت غدا نناش ونمشي زوينه البنات هادو فاش كتكونوا كديروا المكياج تحطا زعما حداكم حتى في الصيف هكا في الصيف تكوني في شي عرس والله الا كدير ريح واعر هادي كون جهده جيت للدار غادي نقول لكم داكشي اللي خديت راه قال لي تنوضوا مشي انا وياك ونتغداو داكشي قلت له لا سيدي راه ديال الفلوس والناس حتى يرتاح حيت جا انا تنموت اختي تقديا صراحه ماشي ديما تنمشي نتغدا تحت اكثر هذا الشيء كما قلت لكم ديال الطحين وديال التخربيق اصلا مش تحب داكشي البوطه وهذا الشيء كامل تيكون الزوج الكريم هو اللي مكلف به ولكن قلت له طلق اسيدي الفلوس خليني نمشي انا غادي ليفري وبغيت ندوز اختي هكا الميخل وكدا وهذا هو تيبقى شويه يزربني واخا ماشي تيزربني بزاف ماشي بحال تكوني اختي بوحدك معيناش غادي نقول لكم اختي ديالي اشنو خديت هاد فينو برو اختي بقوت ما تيهضروا لي قال لك اسيدي هانتوما نشوف عطيني ماما هكايا منه شي جوج سلايف ولا شي حاجه تجربو الى جبان جيب لها واحد خديتو قال لك اسيدي هذا ما كتحتاجي ديري حتى حاجه كديري بها اختي البغير وكديري بها اختي بيتزا وكديري بها اختي شنو هذا الملوي والخبز دابا نشرب بها البنات الخبز داير ب 47 درهم فيه 5 كيلو كيجينا ساهله وبلا فورس ها انتما كديري هذا شتو عرفتش البنات واش مزيان ولا رأي شهر قولي نتوما في لي كومونتير هذا كانت واحد الفيديو المتتبعة كانت وراتو ليا في انستغرام بالنسبة ديال خديت هاد الدانون هذا داير البنات 60 سنتيم وانا مكنقدرش على دانون كبير كتجيب هذا انا قلت لي اش كتجيب لي هذا ديال الدرمو جيبي لاخر من الزقري ما كتعطيك فلوس اش تزقرني قلت له سيدي انا ضروري ما تنكملوش ضروري ما تنكملوش خلينا نقتصدوا خديت من ديالي المرجان هاد البيتزا هادي بنينه صراحه ديال الزرع فنة دايره بشي 12 درهم غير هي كنت ديري حاجه وحده ما خصكمش تاكلوها ديما حيت جبون تطلع في الراس وما لقيتش شي توست ما لقيتش توست كومبلي فايت غير عادي العادي حيت ما يبقاش تاكل الكورس والمايونيز هذا ديالي الا ما خديتوش نخرج لكم من التليفون هذا المايونيز راه رائع بنين بحال مايونيز ديال الدار ها هو لو سيور وغادي الفرماج فايز صراحه مش شحال هذه ولينا كناخذو غير شيدر مي توحش صراحه فايز بنين صراحه بزاف و انا خديت من عند الهري خديت هاد الشيء بصح شنو هاد ديالي السقاطه مابقيتش كندير ديك القضيه ديال بزاف ديال السقاطه ولا جاني ميساج كنجيب هكا غير تكرميله غير بيموال شي ليبا خديت كيندر انا واحد كيندر بنين خديتو هاد الخمارة ديجا عندي فاش تقدر تجي تقضي الاخرى كاينه ولكن انا عاود تقديتها
عاودت عجتة لاش نستعملها بزاف. خصكم حالك اختي، خديت هاد هالتا دايره 13 درهم، واحد اللي اختي قال لي 19 درهم كيزيد، وتخوي اختي في لا كونتيرفاس ما عادش حد دايره هذيك بدا ديالو. بغيت ندير لا بات صوص بلونش ولا دات، خوتي فتحوني صايبيها وجيو عندك صايبه. انا غنديرها لهم حديتها في داك ماكسي فيكس، كتحتاج بزاف بزاف ب 5 دراهم. خديت هادو تخيلوا بدا ديالي غير ب 6 دراهم، يعني هاد ثلاثه شحال غادي تقام؟ 6 في 3 نسيت على الحساب، 18 درهم. 18 درهم اوف لي غون سيرفيس يديروا لك ديك اللعيبه ديال بروموسيون حقك دا زائد واحد. الا خديتو ربعه تيتقام لكم 870 ريال. هذه اختي من عند الهريات ب 6 درهم، بقاو تمشيو عند الهريات، بقاو تقدموا من عند الهريات اختي. من في الاول كنا غنمشيو لديك الاسطوانه ديال سميتو، ولكن متزوجين هو يقول لي جوجنا قلنا لبعضياتنا نخطيو لي غون سيرفيس الا كانت شي حاجه عندهم غير هما. فانا اختي ها هو 7 درهم، موسي يديروا ثمن بروموسيون تقام عليكم 8 درهم 9 درهم. هاوي البنات ديال الزيت طون زوين التاريخ وكلشي اصلا هذا من عند هري. الزبده ضروري، كما ندير ريفات، كما ندير هكا كوكيز، كما ندير تفوري ندير غريبه. هذيك الكحله كتعجب راجلي، ولكن ما لقيتش هذا، ما لقيتش السكر براسي سبيسيال ديال لابار، لقيتو غير باكي. وانا اختي ملي غنقي ندير هاد غريبه سي انا ندير الحلوه، ولكن كاين شي حلوه كتبقى تدري في العيد. خديت دار مسوس ها هو كلوريت ضروري في السخانيش، كلوريت في اي حاجه تويمه ما تنموت اختي على التقضيه. نتوما شكون اللي حاجه قولي لي في لي كومونتير بليز زعما قولوا عليا. وكيري انايا كنت غادي ناخذ باري عندي ديك السطر ديال الفرماج، كنت غادي ناخذ باكي ويقول لي خدي 10 قمر ترخص لو ان او حجر هو واخا تمشي اي حاجه كتدفع وتطيح. يا التليفون كحل وانا ما عرفتش بيه ولا شنو، انا جايه كان طيب قطعت خديت هاد الحجر وقال لي اختي صغير، حيت قلت له والله عندي تيليكوموند كبيره ها هو ما عرفتش ندير له حاجه. تعالينا من هنايا نرجعو اختي هادشي هنا باش نديو نزتفو. ايوا يا بنات من نهار تزوجت مع عمرني ما تقديش اختي هادشي ديال لي بات بوحدي، ديما قلت لكم عيد الزوج كريم. انا نقول لكم علاش قولوا لي في الكومونتير، يعني الراجل ما غاديش يعرف يجيب لك البات. دابا انا راجلي دابا انا راجلي كيعرف ما بين الروز كدا والروز كدا، الروز ديال الحليب والروز ديال هاد اختي مش عندي. ولكن بحال دابا انايا ليفيس غنبغيهم صغيورين، حنايا البنات فينا بزاف ديال التعجاب. ليفيس غنبغيهم صغيورين، الروز هذاك معروف ماشي مشكل، لي بات غنبغي دوك لي بات صغار، كاين شي حوايج زعما شنو هذا؟ حوايج من فاي من فاي تنموت على من فاي، كاين شي حوايج نتي اللي كتعرفي ليهم فهمتو؟ دابا هاد ليفي الشعرية غنبغي انايا الشعرية رقيقة، هو واخا عارف الصيغ غيجي غيصحاب لك الغدا هي رقيقة. فصافي بدا ديري هنا هادي تقضي عرفتي شحال كيدوز ليا شي ديال لي بات كيدوز ليا حتى انا وزوج كريم. هاي وزدت عند المرا حيت قلت لها خلصت الخبز قلت لها خليه دابا هذا غنديرو في التريكو عرفتو باقي سخون سخون ماشي بمعنى طايب، يعني سخون ديال دابا عجنته يمكن مع شي ثلاثة ولا كذا فغنخشي في الفريكو. هادي هي البنات بحال ديال الدار فلتا مبقيتش اختي نعجن اختي عليها تاعنا كنت معكم حتى تنبغي نعجن زوجي وكنبغي نعجن ليا حيت واخا الخبز ديالها ولكن كيبقى الخبز ديال الدار نمبر وان. وصافي بدا ديالي هادشي اللي كاين منت بالجوع غادي نمشي نصايب ديال الكراك وداكشي. الزوج كريم جاتو شي لعيبه اورجون خاصو ضروري يمشي تلقى في السيد باش يعطي الشهاده ديالو. وصافي هادشي اللي كاين كنا غادي نخرجوا اليوم وصافي نشوفوا شنو يحصل بعد غدا ولا غدا. غنمشي خصني ناكل سخفت بالجوع ولا سالت لكم فلوق انا راه هي هذيك كملت معاكم راه هي هذيك.